بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة من الواضح أن الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية عايز يضرب الرقم القياسي في عدد التصريحات الإعلامية والصحفية وفي أقل فترة زمنية. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه إحنا كل يوم الحقيقة بنكتشف تفاصيل جديدة في الموضوع الجديد اللي ظهر لنا فجأة، اللي هو موضوع الاحتواء التحكيمي. اللي ظهر إمتى؟ ظهر بعد فوز نادي الأهلي على نادي الزمالك 5-3 في الدوري العام المصري. لكن الحقيقة يعني كابتن عصام مصمم يتكلم في أمور الحقيقة أنا مش عارف إزاي هي بتطلع من واحد من أفضل حكام في مصر وفي العالم وفي أفريقيا. الحقيقة كابتن عصام عبد الفتاح وحكم في كأس العالم وبيتولى رئاسة لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ورئاسة لجنة حكام شمال أفريقيا. وأنا هقول لحضراتكم تصريح كابتن عصام على عهدة موقع كورة، مش على عهدة إسلام ولا على عهدة حد. كابتن عصام عبد الفتاح علق وقال رئيس الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة طبعا الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قال على مقطع فيديو متداول عن من مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، يظهر فيه لاعب النادي الزمالك محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي وهما يعترضان على قرارات الحكم محمد عادل. وقال الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن عصام عبد الفتاح هو اللي بيقول مش إسلام اللي بيقول، ها؟ الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول إيه؟ لا أعلم ما هي الأزمة في الفيديو. لاعب يسأل حكم تريد أن تنتهي المباراة بأي نتيجة؟ ما المشكلة في ذلك؟ الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده كابتن عصام عبد الفتاح بيقوله، واللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في مصر وفي ورئيس لجنه حكام شمال افريقيا بيقوله في تصريح رسمي لي او تصريح في احد المواقع لي بعد ما شاف الفيديو اللي كان فيه ابو جبل واشرف بن شرقي بيعترضوا على كابتن محمد عادل. طيب لما عمرو السوليه، لما عمرو السوليه اعترض او ده اللي ظهر في الكاميرا، لما عمرو السوليه كان رايح يتكلم مع كابتن محمد عادل حكم المباراه، ايه اللي حصل؟ كابتن محمد عادل حط ايده في جيبه وقام طلع الكارت الاصفر واداه للكابتن عمرو السوليه، لمجرد ان كابتن عمرو السوليه كان رايح يتكلم بصوت عالي. انا ما اعرفش ده اللي احنا شفناه. طيب يعني حضرتك بتدي كابتن عمرو السوليه انذار للاعتراض وفي نفس الوقت سايب يا كابتن عصام او يا كابتن محمد عادل اتنين لاعبين من نادي الزمالك بيعترضوا سواء محمد ابو جبل او اشرف بن شرقي وبيتكلموا على ان انت عايز الماتش يخلص كام بقى يا كابتن عشان كذا كذا. ده تشكيك في نزاهه الحكام، ولان احنا الحقيقه كلنا حريصين على هيبه التحكيم في مصر وعلى كرامه الحكم المصري. ومن المفترض اللي انا فاهمه يعني ان مسؤوليه رئيس لجنه الحكام انه ايضا يحافظ على هيبه الحكم. والفيديوهات دي اصبحت امام كل الناس، كل مصر شافت الفيديوهات دي، ولا هي بقت عادي دلوقتي ان يتقال للحكم عايز الماتش يخلص كام؟ لو عادي حد يطلع بس يقول لنا ان دي في القانون برضه. وبعدين نقطه تانية، هو ليه كابتن عصام كل التصريحات دي وحضرتك في تونس؟ كويس ان حضرتك عندك وقت ومن بعد الماتش بيوم حضرتك في تونس رئيسا لبعثه منتخب مصر للشباب، معرفش ازاي لكن تمام، وكمان لرئاسه لجنه الحكام في اتحاد شمال افريقيا اللي بينظم دوره وديه لمنتخبات الشباب هناك. طب بجد يا كابتن عصام عايزين ان شاء الله كلنا هندعي لحضرتك ان احنا يعني يبقى عندك وقت بسم الله ما شاء الله برئيس لجنه الحكام المصريه ورئيس لجنه الحكام في شمال افريقيا وعندك وقت وتبقى عايزينك تساعد الناس كلها ورئيس بعثه لمنتخبنا للشباب، ودي مسؤوليه كبيره جدا لان انت مسؤول عن اللاعبين والجهاز والاداريين وكل حاجه. يعني انا حتى مش عارف كابتن حضرتك بتجيب التوقيت ده امتى او الوقت ده امتى عشان تقول كل هذه التصريحات. اكيد ما اعرفش هو وكلها على ماتش واحد بالمناسبه. امال بقيه الموسم هنعمل ايه؟ بقيه الموسم هنعمل ايه؟ ومش بالمناسبه انا بتكلم عن حاله واضحه، فيديوهات ظاهره على السوشيال ميديا كل الناس بتتكلم عنها. انا رد فعل بالمناسبه ما بتكلمش ان انا بتكلم على لا، انا بتكلم لاني بشوف
اخطاء بتحصل، ومن المفترض ان حضرتك رئيس لجنه الحكام المصريه، فانا بحط قدام حضرتك الكلام ده علشان حضرتك تتصرف. لكن حضرتك تصريحاتك الحقيقه، انا بأفاجأ بتصريحات كابتن عصام النهارده يعني، وانا نازل بقول لهم يا جماعه من فضلكم قولوا لي التصريحات اللي الكابتن عصام قالها ايه النهارده. كل يوم 10 15 تصريح، مش 10 15 يعني، انا لكن نقول تصريحين ثلاثه يعني كنايه عن التصريحات بتاعت كل يوم، وكلها الحقيقه تصريحات عكس بعض.